روح لمنظومة المخلفات الصلبة واللي بتحظى باهتمام رئاسي وحكومي، وفي الإطار ده تم الإعلان النهاردة عن بدء منظومة النظافة الجديدة بالقاهرة بمشاركة القطاع الخاص المصري وهيئة النظافة والتجميل، وذلك تنفيذا للتكليف الرئاسي بتطوير منظومة النظافة وتطوير البنية التحتية الخاصة بها. من المقرر أن تعيد هذه المنظومة اللمسات الجمالية لمدن مصر. لتفاصيل أكثر معنا على تليفون دكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية للمخلفات بوزارة التنمية المحلية. دكتور أهلا بيك، وعايزينك تكلمنا عن آخر المستجدات المتعلقة بتفعيل منظومة المخلفات الصلبة في القاهرة. أهلا وسهلا أستاذ ريهام، إزي حضرتك؟ أهلا يا فندم، اتفضل. أولا بشكرك على الاستضافة الكريمة، وحابب أن أنا أوضح لحضرتك منظومة إدارة المخلفات بيتم الإعداد ليها من أكثر من سنتين. المنظومة دي ليها أكثر من محور. المحور الأولاني تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات من خلال العمل على القضاء المقالب العشوائية والتراكمات التاريخية اللي بقالها سنين بتولع بشكل مستمر، وإنشاء مدافن صحية آمنة للتخلص الآمن من المخلفات. الجزء الثاني جزء تدوير إنشاء مصانع للمعالجة والتدوير لتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات سواء كان الجزء الصلب أو الجزء العضوي. الجزء الثالث المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل. ده الجزء اللي مش بيشوفه المواطن، ولكن هو جزء مهم جدا علشان استدامة المنظومة. أكيد. وديت أحد محاور الخطة الجديدة اللي احنا بنتكلم عليها، إن احنا نتلاشى أخطاء الماضي اللي وقعنا فيها ونبني منظومة يكون الهدف منها الاستمرارية. الجزء الثاني اللي تم تدشينه النهاردة وتدشينه معالي وزير التنمية المحلية اللواء شعراوي للمرحلة الأولى لعمليات التشغيل. عمليات التشغيل ده الجزء بقى اللي بيهم المواطنين في رفع كفاءة المنظومة ونظافة الشوارع وتقديم خدمات يرضى عنها المواطن، بدءا من التخلص من المخلفات، أو إن يبقى في عامل بيجي لي أنا كمواطن بشكل مستمر يوميا ياخد كيس القمامة بتاعتي لابس الزي بتاعه، عنده كارت تعريفي على صدره، مهتم بمظهره ومنظره، مهتم بمهام الوقاية الشخصية، معروف للمواطن ومعروف هو مين وتبع مين ومين المشرف بتاعه، ياخد الكيس بتاعي القمامة وينزله على العربية مباشرة، وبالتالي مش هيبقى عندي نباش، مش هيبقى عندي حد يفرز في الشارع، هيبقى عندي منظومة باخد من المخلفات دي وبجمعها سواء بقى من الوحدات السكنية أو من الوحدات التجارية وبوديها مصانع المعالجة والتدوير اللي أنا أوريدي عملتها، وبستفيد من مكونات المخلفات، والجزء المرفوضات اللي غير مستفاد منه بيتم توجيهه للتخلص الآمن والسليم منه في المدافن الصحية. ممتاز. دي مختصر الخطة. الجزء المهم وهو التكلفة. والتكلفة تم التصديق عليها من فخامة رئيس الجمهورية بإجمالي التكلفة تتجاوز ال 12 مليار جنيه. 9 مليار منهم لتطوير البنية التحتية للقضاء على التراكمات التاريخية والمدافن زي ما قلت لحضرتك، وديت احنا اوريدي خلصنا في خلال السنتين اللي فاتوا استثمارات بقيمه 3 مليار جنيه من خلال انشاء 21 مدفن صحي. احنا شغالين على كل المحافظات المصريه. ممتاز. انشاء محطات وسيطه تتجاوز عددها ال 20 محطه وسيطه ثابته ومحطات متحركه لكل المحافظات، قناه، دلتا، صعيد. ممتاز. الاستثمارات كمان حجم الاستثمارات وتوزيعها مرتبط بالخطه ومرتبط بالتوزيع الجغرافي. يعني عايز اقول لحضرتك ان 40% من حجم الاستثمارات موجه للدلتا اللي بتعاني من كثره التراكمات وكثره المقالب العشوائيه واقليم الصعيد. وبالتالي يبقى عندي توازن في المنظومه بتاعه تطوير البنيه التحتيه. وبالتالي كمان المنظومه يعني بالتاكيد بتضيف للمسات الجماليه للمدن، لمدن الجمهوريه، ولا ايه يا دكتور؟ طبعا يا فندم، هو ده الهدف الاساسي. احنا الدوله شغاله على إعادة المظهر الحضاري والجمالي لمصر، وبدأت بمحافظة القاهرة الكبرى. في ناس كتير هتسأل هو القاهرة ليه؟ هو تميز؟ هو مش تميز. لا، القاهرة وحجم التولد المخلفات اللي فيها بيمثل 25% من إجمالي حجم تولد المخلفات على مستوى الجمهورية. وبالتالي لما حل 25% يبقى أنا حليت 25% من أول طلعة ليا. والمرحلة الأولى مش بتضم فقط القاهرة، بتضم اسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد. وإحنا شغالين قريب جدا جدا إن شاء الله أكلم حضرتك عن الإسماعيلية وعن بورسعيد. إن شاء الله. اكتملت المنظومة في الإسماعيلية وبورسعيد من خلال
شركه متخصصه بتعمل في العمليات المعالجه والتخلص وتوفير المحطات الوسيطه بتاعتها، ناقصها استكمالها بشركه متخصصه لعمليات الجمع والنقل، وده اللي احنا شغالين عليه اوريدي. ان شاء الله قريب جدا هيتم تقييم الشركه والتفاوض على كل التفاصيل الصغيره اللي حكيتها لحضرتك، ونبدا في الاسماعيليه وبورسعيد واسكندريه ان شاء الله، وبعدين المرحله الثانيه استكمال محافظات القاهره الكبرى الجيزه والقليوبيه ومعاها محافظات الصعيد. طب دور المواطنين ايه هنا لانجاح العمل بمنظومه النظافه الجديده في القاهره وبعد كده طبعا في غيرها كمان من المحافظات؟ انا عايز اقول لحضرتك اي عمل في الدنيا لازم يتم بشكل تشاركي. لو ما تمش بشكل تشاركي وشكل تفاعلي واشتغلت انا من ناحيتي في اتجاه واحد مش هنجح. صح. انا بقدم خدمه لمواطن، فالمواطن لازم يعرف دوره ايه، واجباته ايه، وحقوقه ايه. حقوقه عليا ان اقدم له خدمه يرضى عنها، خدمه فيها استدامه للتخلص من المخلفات اللي بتتولد عنه، وانه يشوف دايما الشارع جميل وشارع نظيف. واجباته ان هو يساعدني في الالتزام بالتخلص من كيس الكمامه مع العامل اللي احنا وفرناه، ما يرميش كيس الكمامه بتاعته في الشارع. كانت دايما المشكله زمان اني انا اودي حاجتي فين، لا حضرتك دلوقتي تودي حاجتك في شركه متخصصه بتاخد منك المخلفات، في باسكت في الشارع، في عامل بياخد كيس المخلفات منك. الكلام ده بس مش على المواطن، كمان على المحال التجاريه، ودي نص جزء كبير جدا من حجم المخلفات بيجي من المطاعم ومحل البقال وخلافه. وبالتالي احنا كمان عندنا خطه من خلال الشركات وهيئه النظافه ان احنا نوفر صندوق زي من الصناديق الجميله اللي حضرتك شايفاها لكل محل، وبالتالي المظهر الجمالي العام هيبقى واضح وجميل. الخدمه على مدار 24 ساعه، وبالتالي حضرتك هتشوف العامل على مدار 24 ساعه صبح وظهر وبالليل، وهيبقى في خدمه لغسيل الكباري، هيبقى في خدمه لغسيل اليافطات، هيبقى في خدمه لغسيل ونظافه اسفل الكباري. احنا اجتهدنا، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان يكمل نجاحنا ان شاء الله على خير. اجتهدنا، حاولنا ان احنا نراعي كل كبيره وصغيره، حتى عمليات المراقبه والمتابعه حطينا فيها مؤشرات اداء علشان يبقى عندنا مؤشرات اداء قياسيه. بنحاول نشوف طرف ثالث من الشركات المتخصصه بتطبيق التكنولوجيات الحديثه لعمليات المراقبه والتقييم، عشان يبقى عندنا عدل في عمليات التقييم، عندنا هدف بنسعى له وبنحققه، نعرف احنا وصلنا لفين، حققنا ايه. دي كلها مكونات الخطه اللي احنا بنتكلم فيها. هايل. ايه الموقف الخاص بمنظومه المخلفات الصلبه؟ حياتك بتقولي انه هنبدا في باقي المحافظات، ولكن يعني هل في جدول او مدى زمني احنا بنتكلم فيه؟ او بنيه تحتيه هيتم الاستعداد بيها؟ حضرتك لما الخطه اتعرضت على فخامه رئيس الجمهوريه كانت ليها محاور زي ما حضرتك، ليها جدول زمني بتكلفه. الجدول الزمني كان في خلال 4 سنين، لان المشروعات دي حضرتك عندك موروث قديم كبير جدا، ما كانش فيه بنيه تحتيه. احنا شايلين في السنه اللي فاتت والسنه دي ما يقرب من 45 مليون طن تراكمات تاريخيه. حضرتك متخيله الرقم دوت؟ احنا شايلين في صندوق مقلب تاريخي بقاله اكتر من 40 سنه، شلنا منه 900,000 طن. حضرتك متخيله قلب الدلتا بيحترق بشكل مستمر ليل ونهار، مولع عليه النهار، اتشال المقلب دوت واتعمل مكانه اكبر مصنع لتدوير المخلفات في مصر وشمال افريقيا، بطاقه تصميميه 1200 طن باستثمارات تتجاوز ال 233 مليون جنيه. وبالتالي الخطه عندي واضحه، خطه تطوير البنيه التحتيه على 4 سنين، فات منها سنتين تجاوزت نسبه تنفيذ المشروعات في السنتين 85%. الاستثمارات بتاعه السنتين الاولانيين كانوا 3 مليار جنيه، ومكملين لمده مرحلتين كمان الثالثه والرابعه، قريب جدا هنوقع بروتوكول المرحله الثالثه. ما اقدرش انسى شركائنا في التنفيذ اللي هم ساعدونا، وزاره الانتاج الحربي والهيئه العربيه للتصنيع بما يملكوه من مقومات لعمليات البناء والتصنيع لمكونات المخلفات او مكونات المعدات المطلوبه لعمليات التشغيل. ودي اكد عليها معالي الوزير النهارده إن 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 العمل كان عمل تشاركي، ليس عمل فردي لوزارة معينة. بالتأكيد. احنا من وزارة التنمية المحلية والبيئة والهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي والتخطيط والمالية والمحافظات. هذا العمل عمل تشاركي عشان كله يحس بالأونرشيب، كله يحس بملكية الحاجة. ممتاز. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أحمد سعيد.
شكرا ليك دكتور، رئيس الوحدة التنفيذية للمخلفات بوزارة التنمية المحلية، شكرا لحضرتك.